كابتن، هل يفاجئك ما يفعله صبري لاموشي؟ طبعا هو سيواجه لورا بلا اليوم في الرياض. هل يفاجئك ما يفعله مع نادي الرياض صعد فقط قبل موسم الى الممتاز؟ الان هو في المرتبه الرابعه في دوري محترفين. هل فاجئك؟ لا كابتن، أنا أعرف جيدا صبري لاموشي، تابعته كثيرا ولعبته ضده كلاعب، أعرف ذهنيته، هو منضبط جدا وهو لاعب هجومي كثيرا ويطالب فريقه ببذل الكثير. عندما نرى يلعب في الرياض هو تشكيلة 4-1-4-1، إذا هو يعتمد على الدفاع ولا يخاطر كثير، ثم عندما يسجل الأهداف فغالبا ما يحدث ذلك في المساحات. أعتقد أنه قد سجلوا هدفين خارج المساحة، ولاموشي يطلب من لاعبي وسط الميدان والأجنحة بتقديم تمريرات واسعة، وأعتقد سيكون أداؤه مميز. هو يحب الانضباط والعمل وهو مهني كثيرا، ثم ليس لديه لاعبون كبار كابتن. اليوم لما هو توزي أفضل هداف هو بايش، وسجل الكثير ثم توزي سجل، ولكن ليس لديه الكثير من اللاعبين المميزين، ولكنه يحب كثير اللاعبين الذين يعملون بجد، ثم لديه فريق له الكثير من التجربة. أعتقد متوسط العمر هو بحدود 29-30 عام وهو يحب ذلك، ولكنني لم أتفاجأ بالعمل الذي يقوم به الآن مع الرياض.